وأما القيام لغيره في المجلس ففيه شرطان أو فيه حالتان. الحالة الأولى إذا كنت تقوم لبعض الناس ولا تقوم لبعض الناس هذا لا يجوز، حرام. جاك شيخ، سامحونا على الكلام، أو والي أو وزير أو مسؤول كبير، قاموا له كلهم واتلقوا من الباب وسعوا له خلوه قدام، وإذا جاء بعض عامة الناس ما حد يهتم بهم ولا حد يقبل صوبهم ولا حد يعتني بهم، هذا حرام لا يجوز. صح أنزلوا الناس منازلهم، لكن عامل بنفس المعاملة كل الناس، وإلا فلا تعامل، لا تفضل أحد على أحد، هذا هو المنهي عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عندما يدخل المجلس قال لا تقوموا لي كما تفعل الروم، يعظم بعضها بعضا. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس آخر المجلس، مهين حصل مكان يجلس، وهو أعظم خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم لا تقوم، يجلسهم إذا قاموا، ويجلس آخر الناس، مهين حصل مجلس يجلس، حتى يأتي الأعرابي من بعيد، إنسان يأتي ويدخل المجلس فيقول أيكم رسول الله، ما يعرفهم، ما يعرف الرسول، ما متميز، ما حال كرسي خاص، ما حال مجلس خاص، أيكم رسول الله، ما يعرف، ما متميز، واحد من أصحابه. هكذا ساد المسلمون العالم بأسره وفتحوا المشرق والمغرب بأخلاقهم وتواضعهم. نعم إذا كان هناك إكرام للجميع فلا مانع إذا أتى إنسان صاحب وجاهة وصاحب معروف وصاحب خير أن يقدم لمعروفه وإحسانه، ويدل عليه أيضا ما فعله صلى الله عليه وسلم مع بعض الناس، قدمهم ومع الشيماء أخته فرش لها فراشة ثوبة وأجلسها، لا مانع إن كنت تعامل الناس بنفس المعاملة في الإحسان. ثم توديع أيضا القادم، توديع الذاهب، ودع الجميع بقدر استطاعتك، أو أمر أولادك أن يودعوه، علم أولادك أن يودعوا القادم، يستقبلوه ثم يودعوه. هذا ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يودع، ورد في ذلك أو ورد عن بعض الصحابة بأنه كان يودع. فالتوديع التي اتخذها العمانيون اليوم عادة هي خلق نبوي، أن تودع إلى الباب أو إلى خارج الدار، هذه من أخلاق الإسلام، يقول لك تضيع وقت، بل هي من صميم الدين، من صميم إسلامنا وديننا أن تودع القادم. وروي أن أحد كرماء العرب جاءه أضياف فجلسوا معه، أكرمه وقام بحقهم، فلما أرادوا، طبعا عندما جاء الضيوف أمر الخدم والحشم أن يستقبلوهم وينزلوا رواحلهم وأن يطعموا دوابهم، يعتنوا بهم تمام العناية. لما أرادوا أن يترخصوا أو يستأذنوا ما قام معه أحد، لا صاحب البيت ولا الغلمان ولا أحد، فاستغرب، ما قام معهم أحد، فاستغرب الأضياف فرجعوا إليه فقالوا يا هذا أعتبت علينا في شيء؟ استقبلتنا أحسن استقبال ولكن عند الوداع ما ودعتنا. فقال إن أهل بيت نقر الضيف ونكرمه ولا نودع أحدا، ما نريد يروح، ما نريد يروح، نبغى يبقى، ولذلك لا نودع. هذا طبعا تصرف فردي، هذا من أحد العرب الكرماء، قل احنا ما نودع الضيف بل نستقبله ونريد أن يبقى. هكذا كانوا في آدابهم ومجالسهم وأخلاقهم.